إذن نبدأ في النقاش حول هذا الملف، وتحديدا أنا أود إيضاح للمشاهدين كيف تسببت الحروب والصراعات في تفاقم أزمة الغذاء عالميا، طبعا بجانب تداعيات جائحة كورونا وتغيرات المناخ. أستاذ شادي هل تسمعني؟ يعطيكم العافية جميعا وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا حول موضوع الحروب بشكل عام بالعالم، وممكن نتطرق للعملية العسكرية بين روسيا وأوكرانيا وما تسببت به بنقص الإمدادات للعالم. طبعا كلنا بنعرف بأنه أوكرانيا بتشكل أو روسيا وأوكرانيا بشكل تقريبا 30% من الإمدادات العالمية من القمح. الشيء الموجود حاليا له أثر كبير برفع الأسعار. كل يوم عم يصير في عنا شيء جديد. المشكلة اللي صارت حاليا بتفجير السد كاخوفكا أكيد أثر على تقريبا 25 ألف فدان من الأراضي الزراعية اللي على غرب النهر وجزء من شرق النهر. طبعا هذه الأراضي الزراعية يلي بتشكل يلي تعتبر أكثر الأراضي الصالحة للزراعة بهذه المنطقة. طبعا نبأ تفجير السد كان له تأثيره الواضح برفع الأسعار، أسعار القمح يلي ارتفعت مباشرة مع الأخبار ب 2.4%، الذرة بأكثر من 1%، الشوفان تقريبا 1% 0.85%. وأكيد هذه الزيادات كان لها تأثير على أستاذ شادي، يعني عفوا للمقاطعة، ولكن حضرتك تطرقت إلى نقطة هامة، الفصل بين أن هناك فقط الأخبار أو سماع الأفكار أو الأخبار عفوا أو بمجرد وجود أخبار يكون هناك نتائج وبالطبع يعني انعكاس على الأسعار، على الجانب الآخر هناك بالفعل أضرار تحدث من بعض الأحداث وتصاعد الأحداث، على سبيل المثال كما ذكرت سد كاخوفكا. كيف يمكن التفرقة بين هذه النقطتين؟ طبعا كاقتصاد كأسواق مالية، نحن نعرف بأنه قبل ما يصير أي شيء بالأسواق بيكون في ممكن نقول أخبار كاذبة أو صادقة، فالأخبار إلى التأثير الأكبر قبل ما نشوف شيء على أرض الواقع. يعني حتى التوقعات بأنه يصير شيء سلبي هو خبر سلبي بينعكس مباشرة على الأسعار. في حال إذا تم تأكيد هذا الشيء بيكون في انعكاس أكبر، إذا ما تم تأكيد هيدا الشيء فما بيكون له هالتأثير الكبير أو ممكن يتراجع السعر. بس بالحالة اللي شايفينها الآن فكان في ما قبل انهيار السد كان في أخبار بأنه مشاكل بتوقيع اتفاقيات الاتفاقية الأمن الغذائي يلي كان ب 14 يونيو بين بتركيا بين حول تسهيل خطوط الإمداد القمح من أوكرانيا واللي كان فيها إشكاليات. طبعا كان في إلى أخبار السلبية على أسعار هيدي المواد الغذائية. الشيء اللي صار بالسد هو كان تأكيد للأخبار السلبية حقيقة، أنه حاليا في نقص بالإمداد وفي مشاكل بالإمداد. يعني روسيا ما عم تتخلى، روسيا صحيح أنه عم تعرقل بأحد الأحوال السلاسل الإمداد، ولكن أنا شايف بأنه كمان عنده حق لأنه انفرض علي عقوبات. أوكي هي جاهزة أنه تحل المشكلة، جاهزة بأنها تساعد سلاسل الإمداد، أنها تساعد بحل أزمة الأمن الغذائي، ولكن كمان روسيا عندها كمان عندها منتجاتها يلي توقفت عن التصدير. روسيا كمان تأثرت كثير، فما ممكن نحجم كل شيء بالحرب الروسية الأوكرانية.